الشرك الأكبر نسأل العافية والسلامة أقسام أربعة. 大举办分为四个方面。 شرك في الدعاء. 在祈祷方面出现举办。 إما دعاء عبادي بأن يصلي يصوم يحج لغير الله هذا شرك أكبر. 关于在祈祷阿拉以外者在公修上发生举办，那么就是大举办。 أو دعاء مسألة دعاء طلب يقول مثلا اصنع لي كذا. 如果我们在需求边的帮助时请求边帮助。 هذا إذا كان الطلب من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر. 如果在寻求被寻求帮助者无能为力根本就没有能力不是应该被寻求帮助者那就是一种举办。 يطلب منه مثلا إنزال الغيث أو الولد نعم. 比如像 偶像寻求拯救寻求生孩子。 الثاني الشرك في المحبة يحب الأنداد يحب الأولياء محبة مساوية لمحبة الله سبحانه وتعالى. 在喜爱方面也会出现举办，如果一个人喜爱某一个人同喜爱阿拉一样，那么他就会发生举办。 شرك أكبر 大举办。 الشرك في الطاعة يطيع العلماء والأمراء في معصية الله سبحانه وتعالى. 如果因为在服从方面也会发生举办，如果因为服从某位学者或者领导而违抗了安拉，那么就是一种大举办。الشرك في النية والإرادة والقصد 在利益和目标方面出现举办。